باش نسمعوك غنية عندها شعبية كبيرة وكبيرة برشا عند الشباب وعند خاصة في الأوساط الشبابية. شيخ فريد البيجي نعرفوك قريب من الشباب، تحب تحكي لغتهم وتسمعهم، هذاك علاش باش نسمعوك مقطع من غنية حماني. قاعدين نعيشوا كي زبدة في بوبالا، في فقر نقري منقوم كري ما نعرف منقالا، في فقر نقري ماما منقوم كري نقري ماما هوني خنقة برشا غمة. شيخ فريد الباجي تحدي سهل وسادي. خلي الكاس سهل برشا، خلي الكاس. الكلمات عندك، الكلمات هاهم على ورقة بيضة. وشنو قال حمزاوي وكفون ربي يخلصوا، وشنو قال حمزاوي؟ نعاودوا نسمعوها غنية هذي في الرفران هذي. قاعدين نعيشوا كي زبدة في بوبالا، دي فقر نقري منقوم مكري ما نعرف منقالا، دي فقر نقري ماما منقوم مكري نقري ماما هوني خنقة برشا غمة. قبل الاغاني نعرفهم كان عندهم شعبيه كبيره ولا بيع الكاسيتات، وقداش من مره تشافوا على اليوتيوب؟ فوق 3 مليون مشاهده فيما يخص حماني. ما شاء الله. التحدي. التحدي. شنو التحدي يعني شنو؟ بس تقول لنا الكلمات. انا راني ربما نقراهم بالقدا يعني. اقرا تفضل. شيخ الجمله اللي تنجموا. تنجموا مش اختصاصي غير واحد. مش اقرا يعني بالعكس تحدي هو. تفقري نقري ما قوم بكري دالولا نيسا. قاعدين نعيشوا كالزبله في بوبال صدقه. تفقري نقري ما نقوم بكري مساكن من البطاله هذا ولا شو؟ نعم كاينك حظ. لا نعرف منقاله. ما عندوش حتى ما يخدم بطال، كيفاش يعرف منقاله؟ تفقري نقري ماما ما نقوم بكري نقري ماما هذا ما فهمتش يعني ماما على على ماما ماما شو معناها ماما؟ ماما ماما تشكر الوالدة نتاعو بالطبيعة. هوني خانقة برشا غمة. ربي يفرج علينا وعلينا. شكرا شيخ فريد البيجي. علاش ما نقولوا نجح في التحدي؟ نعم نعم. قاعدين نعيشوا كي زبدة في بوبالا، دي فقر نقري منقوم مكري ما نعرف منقالا، دي فقر نقري ماما منقوم مكري نقري ماما هوني خنقة برشا غمة.